اهلا بكم اعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا صنبور جديد يا شباب لربح عملة الدوك كوين مجاني. الصنبور سريع يا شباب وكويس جدا، يعني لسه جديد. هنا بيقول لك لا ايداع، الحد الادنى للسحب 25، وال25 ممكن تعملهم في يوم، بس بيحتاج البوت اللي بيحتاج الموقع انك تفضل سايبه شغال وتتابعه. بيديك الخطه الاولانيه دي مجانا، الخطه الثانيه ب250، الخطه الثالثه ب500، وتدي طرق الربح في الموقع. بيقول لك ارباحك قد ايه، مدى الحياه الموقع، مدى الحياه حسب ما هيشتغل المده بتاعته. هنا بيقول لك المعدل للربح الساعه، وهنا في الساعه، وهنا لحد اخر حاجه عندنا 50,000 من عملة الدوكوين. كل اللي عليك هتجيب رابط محفظة الدوكوين، دي احصائية الموقع يا شباب، هتحطه هنا اهو كده وهتعمل بدء. وهننزل تحت كده يا شباب، زي ما انتم شايفين انا مجمع، يعني قعدت عليه شوية الموقع. بصوا جمعت واحد دوكوين وخمسة وستة وثمانين من الدوكوين. كل اللي عليك ان انت بتخش اي وقت للموقع بعد ما بتشتري الخطة ديت مجانا. بعد كده بتيجي هنا تدوس على الكلمة ديت وبتحل الكباتشة دي، وبعد كده بنقول له مطالبة. خدوا بالكم بقى من العربية ديت، بصوا العربية فضيت تمام، الرصيد بتاع العربية ده اتضاف لنا فوق في الرصيد بتاعنا اهو، بقى 2 دوك كوين و14 سنت تمام. خدوا بالكم العربية بتتملي، هو بيكسر هنا وبيملى القطار دوت. اول ما القطار يتملي بتقوم ايه عامل مطالبه، زي ما انتم شايفين كده القطار بدا يتملي. هننزل تحت كده يا شباب هنلاقي الخطط هنا في الموقع، لو انت حابب ان انت تزود ارباحك في الموقع، بس الاول اتاكد منه ان هو صادق ولا لا، وتقدر تتاكد بسهوله في فتره قليله من الموقع ان هو صادق ولا لا تمام. عندك طرق السحب بقى والاحالات وكل حاجه من هنا. عندك اول حاجه الايداع، لو انت عايز تعمل ايداع في الموقع بتيجي من هنا، بتاخد العنوان دوت وبترسل له عليه المبلغ. الحد الادنى للايداع هو 1 دوك كوين تمام، بتاعي ده الخطه الاولانيه. وبعد كده لو انت حابب بقى انك انت ايه تاخد العنوان ده كوبي وترسل له عليه المبلغ اللي انت هترسله، بيظهر معاك في الـ ممكن تستثمر كمان من الربح بتاعك في الموقع، يعني ممكن تشتري بالحساب بتاعك في الموقع تمام. بعد كده السحب يا شباب من هنا بيقول لك الحد الادنى للسحب 25 دوك كوين، رصيدك الان اهو، تحط المبلغ وبتعمل طلب سحب طبعا المحفظه انت داخل بيها تمام. من هنا برنامج الاحاله بتاعك بيقول لك 20% ضريبه الاحاله بتاعك. بعد كده يا شباب تسجيل الخروج، زي ما انتم شايفين العربيه الاولانيه اتملت، العربيه الثانيه بتبدا تتملي. لو الثلاث عربيات اتملوا وانت ما شلتش الذهب اللي على العربيه او الدوك كوين اللي على العربيه، بيبدا الرصيد ايه يقف، ما بيكملش شغل تمام يا شباب. فموقع لسه جديد نستغله ونشوف كده ان شاء الله يطلع صادق ونعمل له اثبات سحب قريب. هنتابع بس مع بعضين لحد ما العربيه تتملي، وبعد كده ايه هنفضيها ونشوف الرصيد بتاعنا هيضيف لنا قد ايه رصيد. عندنا 2 دوك كوين و14 سنت. هنوقف شويه ونرجع لكم يا شباب. بصوا يا شباب هنا الموقع لما وصل 99% العامل وقف والعربيه اتملت، وعايزك تفضي الرصيد بتاعك. دلوقتي عندنا 2 روبل و14 سنت، هنعمل مطالبه بالرصيد الموجود على العربيه. هنحل الكباتشه، وبعد كده هنعمل مطالبه. زي ما انتم شايفين رصيد يا شباب اهو و14، هننزل تحت بقى 2 روبل و42 سنت تمام يا شباب. زي ما انتم شايفين كده تملى العربيه وتفضيها وتشوف ان شاء الله الموقع صادق. اللي حابب يستثمر فيه يستثمر، اللي حابب يشتغل مجاني يشتغل. وبكده اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.